ابتدى فهم ويحلى الكلام ويحلى الكلام. الستة وخمسة دقيقة على أمواج راديو ستة فهم، مرحبا بكم الناس كل في حلقة جديدة من إيكو سبور. اليوم مش تكون حلقة خاصة وخاصة جدا في حضور لاعب نجم رياضي الساحلي سابقا ولاعب اف سي زوريخ أمين شميتي. أمين اليوم ضيفنا في إيكو سبور. أمين مرحبا بك. مرحبا بكم، أنا مرحبا باللي سمع فينا الكل على ستة فهم. أمين في أول حضور معنا في راديو ستة فهم، إن شاء الله تكون ميسيون حلوة برشا ويعطيك الصحة تلبيت دعوة أمين. بالعكس هذي واجب باش نقوموا به، انتم تخدموا في خدمتكم واحنا من واجبنا ان نكون حاضرين باش الناس الكل اللي تسمع فينا نوريهم برشا حاجات يعرفوا برشا بزاف فورماسيون. قبل ما نبداو نحكيو في الميسيون تاعنا، نحب باسم زملائي نقدموا لك تهنئة الحارة بمناسبة المولود الجديد، ان شاء الله يتربى في عزة كريم. والله عندنا عايشة كل ومرسى عليكم. يعطيك الصحة أمين. كسؤال تقليدي ونذكر السادة المستمعين، كيش كانت بداية أمين الشميتي في عالم كرة القدم؟ صحيح، أنا بدايتي كانت طريفة شوية، خاصة الوالد كان معارض والوالدة كانوا معارضين أني نلعب كرة القدم. كانوا ديما النصيحة نتاعهم أني نركز على قرايتي، سيرتو أني كنت يعني ناجح في قرايتي والوالدة معلمة والوالد مهندس. بديت يعني كان هكا عملت قلت قررت بيني وبين روحي يعني نمشي نجرب نعمل تيست في جيسكا بسرقة على والدي. تقبلت بديت نترانا وديما نقول اني انا ماشي عندي راجع وكذا، وانا وقتها في المهم هذاك كنت في المدرسة. بالصغر كنت مراوغ بارع ما نصحش الناس الكل يعملوا الشيء هذا. بشوي بشوي يعني بعد حطيت كنت صرحت الوالد وكان المبدأ بتاعنا ان الواحد يوافق بين قرايته والسبور. كنت مركز برشا برشا سيكون الهواية، كنت نحب اني نلعب كرة القدم. بشوي بشوي وصلت للأمال شبيبة، وكان اهتمام كبير من المغرب الساحلي ومشاريع اخرى، ومع العلم انه انا واحد من الناس يعني شخصيا كنت من محبي يعني مش بروتوكولات ولا حاجه، يعني كنت من محبي النجم الساحلي وحابني فيها الوالد، وعندنا واحد يعني في العائله واحد برك يحب الاسبيرونس كنت ديما نتعاركوا، وحتى كان وقت اللي جاو لي زافر برشا جمعيات كان الشوا الوحيد مبسي يعني الواحد يغزل البروجي سبورتيف كان النجم الساحلي، خاطر انه الواحد كان يتمنى انه يلعب في نادي كبير. توفيق كان من عند ربي، ظهري جيت في وقت باهي، سيرتو انه مع سي فوزي وقت اللي بديت في الاسبوار ترينت مع سيرتو الحسومي اللي كان ديما يشجع فيا وكان ديما ينصحني. خذيت الوقت اللازم في مع نجم الساحلي، صرت نيفو اكبر شويه، وجا البومون اللي سي فوزي عطى فيه ثقته. امين احنا باش نرجعوا بعد باش نحكيو على كارير في تور كيفاش كانت بدايتك، نقعدوا في فريقك الام مشاريع القيروان باش كل واحد ياخذ حقه، وشكون المدربين امين اللي كانوا عنده فضل كبير على امين الشرميتي في وصول للمركز اللي فيه تو؟ والله برشا باش كل واحد نعطيه حقه، برشا لي زونترونور الكل بيان سور كل واحد تمرنت عنده وخلى البصمه نتاعو. زاد نحب نذكر انه شباب القيروان راهو عندنا سنتر فورماسيون كبير برشا، يعني يضم عديد اللاعبين اللي فريمون عندهم كاليتي. كان المركز هذايا يمول فيه وقتها الله يرحمه سعد الميلاد، الله يرحمه، وكان المدرب اللي واقف على المدير الفني وقتها سي عثمان الشايبي اللي واقف على الامور الفنيه، وكان كنا ديما نعمل في دي سيونس سوبليمونتير باش حاجات ناقصينا اللي ما نلقاوش وقت نتمرنوهم ولا نعملوهم مع الانترنت نتاعنا مع ليكيب نتاعنا نعملوهم احنا وحدنا. ديزون تريمون سبيسيفيك ومشينا في يعني في تقدمنا برشا برشا وتحسننا. هذا هو كيفاش كانت يعني كيفاش كان النظام نتاعنا في شباب القيروان. يعطيك الصحة أمين. أمين نحب نرجع معك، وأنت لاعب في شباب القيروان، كيفاش وقع انتقالك من النادي الساحلي؟ رغم سمعنا في تلك الفترة
فما العديد من العروض خاصة من النادي الإفريقي اللي في ذاك الوقت حبت تجيكم أنت وزهير ذواتي ومكتوب ربي زهير مشي للكلوب وأنت مشيت. أنا أول ما بديت يعني الكاريير بتاعي في سبب القانون كنت مدافع أيسر أريال بوش، وكنت ديما نسجل برشا أهداف خاصة إنه عندي اللي يعني السرعة، كنت ديما يحطوني في الاسباس وديما نجري بتل فاسون. وقت اللي وصلت كادي كان سي مختار بوغلا سي مختار، وقتها نذكر ايه سي مختار اللي قال لي علاش لي عندك الكاليتي انك باش تلعب مهاجم، وكانت عندي الاكسبيريونس انه الواحد يعرف يعني شنو الديفونسور كان يخمم. أنت هيك الحاجة الإيجابية اللي تعلمتها، فهمت؟ شو توصل مع كلامك أمير؟ شوفوا أغلب المهاجمين هم في الأصل كانوا مدافعين. خاطر تعرف شنو المدافع يخمم، تعرف لون بلاسمون تاع المدافع كيفاش باش يصير، أنت تولي تيونتيسيب وتسبو في الفكرة نتاعو. كاين فما برشا سامحني أمير مش توصل معك، كاين فما برشا مهاجمين كي رجعوا مدافعين زاد عطاو يدافع على غير منير بوقديده كنذكر خالد بن سيسي كذلك. برشا جولات انت شفتها في 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 الكرة العصرية، برشا حتى مدافعين في آخر وقت سيرتو وقت اللي حاجتوا بهم الفريق انه باش يسجل أهداف الحاجة طبعا في الأتاك. شفت سيدي ذواتي كذلك كان لاعب هجومي ولا مدافع. أمين بالتأكيد انتقالك من شبيبة القيروان اللي هو أونتر ليمي فريق متوسط مش باش نقولوش فريق صغير للنجم الرياضي الساحلي، كيفاش كان أمين التأقلم خاصة في صف الأكابر كما نعرفوا أمين في تلك الفترة فما العديد النجوم على غرار إيميكا أوبارا وياسين الشخاري، كيفاش كانت التأقلم خاصة سمعنا العديد من الصعوبات باش أمين صحيح في صحيح وقت ال 2006 نذكر وقت عام الباك بتاعي فريق لهم شباب القيروان تقدم لي بعرض باش انه نصحح عقد لمدة 5 سنوات، لكن العقد ما كانش في يعني ما كانش كما كنت نتصور. وفي الفترة هذيك وقتها جات النجم الرياضي، كان ثم عروض من أندية ومن يعني الاهتمامات الكبيرة كانت النجم الرياضي الساحلي، لكن المسؤولين شباب القيروان رفضوا الشهادة وكانوا يحبوني نلتحق بالفريق الأكابر نلعب في فريق أكابر أخويا كل شيء. تمت معاقبتي لمدة سنة كاملة ما تدربتش، كنت يعني مركز كان على قرايتي. لازم نعطي كل إنسان حقه كما قلت لك، نشكر برشا سي عثمان جنيح اللي أعطى فيه ثقة كبيرة برشا وكان مساندني وقال لي إنه ركز على قرايتك السنة هذه وإحنا نواصلوا يعني اللي ديتاي نقوموا بيهم إحنا تهنا. كما قلت لك عام كامل كان صعيب برشا عليا ما نكذبش عليك، كنت مركز في قرايتي، كنت نترنى وحدي ونلعب في البطوح برشا كما تعرف سيرتو انه في بلاد صغيره كما قروان الناس الكل كانت تغير على جمعيتهم وتغير على اللاعبين نتاعهم، اتمنى انه يعني الثمره نتاعهم نشوفها في نادي في الفريق الاكابر، لكن كما تعرف ساعات الانسان تجي حوايج اقوى منه. انتقلت من النجم الرياضي الساحلي لقيت روحي مازلت فيزيكمون بعيد برشا نيفو اخر، كنت مركز كما يلزم، خدمت برشا مع السي لطفي اللي خلاني حتى وقت اللي مشيت نترنى مع السينيور لقيت روحي مانيش بعيد برشا عني، وبشوية باللي كونسيل تاع السي فوزي كما تعرفوا الصوتي نتاعو. كيفاش تقيم تجربتك في النجم الرياضي الساحلي؟ والله تجربتي ظهري نتصور انه الحاجة الوحيدة قعدت في قلبي هي كاس تونس. وقت اللي فزنا دنيرمون وقت اللي فزنا بكاس تونس كنت فرحان وكنت ومام طون تمنيت انه نكون في الوقت هذاك، خاطر في البلاد اللي مرينا فيها احنا كان كل حلمة كانت الناس الكل الوقت اللي يعني الناس الكل تستنى في مباراة النجم الرياضي الساحلي، كل جمعة الناس طاقة استاد مليان، الناس فرحانة سوسو بعد كل ماتش طاقة فرحانة. زاد ما ترى ريسبونسابيلتي كانت كبيرة برشا ممكن انا 19 سنة وقتها 18 سنة
كانت المسؤولية كبيرة برشا برشا. ممكن الناس حملونا يعني حمل أكبر منا ولينا نتحاسبوا برشا. كان الواحد يعرف وين يحط ساقه ويعرف شنو يعمل سواء على الميدان أو خارج الميدان. اللي ممكن توا قلت شوية خاصة من بعد ممكن البريود اللي تعادل بها نجم الساحلي. أما ديما يقعد نجم الساحلي فريق كبير، فريق متعود بالتتروات، والفريق متعود بالتتروات عمره ما يغيب على الساحة. كما قلت لك الحاجة الوحيدة اللي نقصت لي هي كاس تونس، وإن شاء الله يجي وقت علاش لأن نربح هالكاس هذا باش نضمو البالمارس نتاعنا إن شاء الله. أكيد أمين من بعد تجربة ناجحة في نجم الساحلي، أمين الشرميتي يدخل غمار الاحتراف من باب كبير، يحترف في لعب شاب وقتها من شرميتي، يحترف في فريق كبير هرتا برلين. أمين كيفاش تقيم تجربتك؟ وهذه السؤال الأول. السؤال الثاني أمين، ما تعرفش إلا أمين فما كنوع من المجازفة في العمر 20 عام تمشي فريق كبير كهرتا برلين، ما تحسش تسرعت شوية أمين في والله خليني نقول لك شو راه ما كانش فردي، ثم ظروف تحكم فيك. كان شوار موجود برشا، كان بين الفرق المهتمرة أستاذ جوليه كان منه بكل، لكن سي معز الدريس وقتها كان كما نقولوا احنا المهر طلبوا برشا بتالفاصون انه الفريق الوحيد اللي كان يقدر عليه هو الفريق هرتا برلين. كنت أمامتون ثم فريق آخر كان عنده عرض كبير برشا برشا هو الاتصاد القطري. في الوقت هذيك خلونا نقول الإنسان مشي كما تعرف يمشي للبوندسليغا حلم كل لاعب. تجربة مش نقول فاشلة 100%، لكن تم ظروف اللي كما تعرف اللاعب باش يوصل ينجح لازم العوامل الكل تخدمه. من بين العوامل السلبية اللي تعرض لها اللاعب المحترف في وقتنا هذا هو الإصابات. نتصور انه فريق هرتا برلين وقت اللي باش انت دب لاعب يعرف شنو يعمل. الترانسفير تعمل يعني كان بيان اتوديي، يعرفوا الكاليتي نتاع اللاعب، خاطر زدت قعدت مع الديريكتور سبورتيف ومع لونترونور جا هو تونس، حكينا في كل شيء. ممكن ما نجمش نقول تسرعت، اما لكن الانسان برشا ظروف كما قلت لك كي تمشي غادي تلقى روحك وحدك، لغة جديدة ما تعرفهاش، تعرف حد شيء، راهي العيشة لبرا تتفادي فنون تعلي في تونس، أمور إدارية كبيرة برشا. أول ما نعرف يعني مدة طويلة نعرف كان سباجيتي بالطوماتين صوص كلها تعلمتها كان هذيك. يعني صعيبة برشا تلقى روحك بعد شهرين مصاب في ركبتك تلقى روحك وحدك، تحس بالبعد نتاع الوالدين الأصحاب الأقارب، هذاك كله عنده دور كبير برشا. الغربة كذلك صحيح، أما شنو هذيك اللي أنا فاش نعتبرها حاجة باهية أنه علمتني في الأوقات الصعيبة أني كيفاش نعرف نخرج منها، خلتني وقت يعني يقول لك العالم صغير. الظروف اللي خرجت منها من هرتا برلين ومشيت للسعودية كانت خارجة عن إرادتي. المجموعة اللي كان في هرتا برلين تور ونلقى في زريخ ووضحنا برشا حاجات، والحمد لله الواحد توا تعلم من الاكسبيرونس هذيك. تعلم حتى كي مشيت للسعودية راهو الناس مشيت في بالها انو السعودية شامبيون ضعيف. نحب نقول حاجة انو راهم تطوروا علينا برشا برشا برشا، ونجم نتفرج على الشامبيون نتاعهم يعني خذاو نيفو آخر. سورتو لي بلان سواء من لي جوار اللي جيبو فيهم البرا، سواء من الستاف التكنيك، سواء من الملاعب نتاعهم، يعني الناس تطورت واحنا يوجعنا قلبنا كي يشوفوا يعني ملاعبنا كيفاش وكل شيء. وتمشي بعد من السعوديه تمشي لزوريخ وتعدي سيزون الاولانيه، من بعد السعوديه تعدي سيزون الاولانيه يختاروا لك يختارون يعني ميور جوار لا سيزون، يعني مش بالساهل. هذا كل يرجع للخدمه، الواحد يخلي يعني كما نقولوا عنده ديزوبجيكتيف اتاندر، الواحد عنده
يعني يحلم باش يوصل لبلاصه معينه يحاول يخدم وكل شيء بكتفه هي. جميل. كذلك فما برشا لاعبين تونسيين رجعوا من البطوله البطولات المحترفه. امين يحكيوا على فما عامل عنصريه زاد امين عامل موجود شنش بيأثر امين سيرتو امين في سويسرا ساتركم بعض المشاكل كانت تذكر الصوره الكاركتيريه في مجله سويسريه. امين شنش تحكي لنا عن موضوع الحاجه العنصريه راهي كونوا يعني واضحين كانت سيرتها موجوده سيرتو انه احنا العرب ماخذين ديما علينا في امبريسيون خايبه. شوف انا في الميديا كيفاش يتكلموا علينا حتى باغ اكزومبل في سويسرا اللي يحكموا في سويسرا من جايه برشا برشا من جايه اليهوديه وما تنجمش يعني ديما تلقى في الصحف نتاعهم سيرتو الصحيفه اللي عملت عليهم الارتيكل صحيفه معروفه الاتجاه نتاعها وين كان السوتيان كبير احنا من جمعيتنا من رئيس النادي اللي قال لنا ما نعمل حتى رياكسيون مش اول مره تقوم الصحيفه هذه بال يعني ارتيكل تقوم ارتيكل احنا استفزازي احنا ما يهمناش احنا نجاوبوا سوري تاعنا وقتاش احنا نجاوبوهم وقت اللي تلقاهم باغ اوبليغاسيون تلقاهم مكتوبه مثلا في الجمعه من بعد تلقى في ليكيب تيب مثلا شميتي ولا شيخاوي مختارينهم باغ اوبليغاسيون وقت تجاوب تقول له المهم تجاوبوا على الميدان فهمت نحاولوا انه نكونوا ستريكت نتعاقلوا معاهم يحترمونا في عاداتنا يحترمونا بصراحه يعني في جمعيتنا يحترمونا في كل شيء سورتو لي بلان في ماكلتنا في الحلال في رمضان في صلواتنا في كل شيء يحترمونا الباقي كل العامل الخارجي احنا ما يهمناش فيه خاطر ما عندناش خلطة كبيرة برشا نتراناو شادينا ديارنا ما لاحظوش علينا مشاكل ما عملناش يعني ما تسمعش علينا حاجات اللي فريمون باش كاتير لاتونسيون باش تخلي الكلام يكثر فهمت مين نمشيو المنتخب الوطني بين رغم امكانياتك الفنيه والبدنيه واجمل عديد الفنيين امين على الكاليتي عندك لكن امين في المنتخب للامانه كان مردودك مش مستقر ومكش مكش ديما ديما ظهور صحيح شنو الاسباب؟ الاسباب والله يوصل ديما نقول انا ليكيب ناسيونال لازم كيما نشوف احنا ديما الروبير نتاعنا كيما في النجم الرياضي الساحلي ديما الروبير نتاعنا هي 2006 الروبير نتاع ليكيب ناسيونال هي 2004 كان ما خانتنيش الذاكره تاع البلد تاع الكوب دافريكا كاس افريقيا الناس الكل ديما تقارننا بالمجموعه هذيك المجموعه هذيك كي تجي ترجع تلقى ثم كونتينيتي ثم الاستمراريه في الخدمه تلقى الجروب مع بعض ديما نفس اللاعبين اللي يعيطوا لهم في الاستاج الكل يخلي لحم يخلي عائله كي انت كجوار كي تم الدعوه نتاعك مرة بعد قديش وكل ما تمشي تشوف يعني لاعبين جديد وعندك بيروت صغيرة بتاع ثلاثة أيام أربع أيام مستاج ساعات أنت جوار إذا سنين الله معاك ترانا وكي تعملوا أبير كونتر أبير ما يفهمكش خليه يعني باش في ثلاثة أيام باش سواء مع أنترونور باش تفهم الخطة نتاعو خاطر أنا كل ما نجي مثلا ليكيب ناسيونال ثم ستين دو جو جديد ثم خطة جديدة يطلبها مني المدرب هذا الكل يطلب وقت والوقت انه ما عندناش مشكله فاش في المنتخب التونسي الوقت ما عندناش دونك ديما المنتخب التونسي كي تمشي ديما مطلوب بالريزولتا اللي خلتني انا واحد من الناس ما تاقلمتش 100% باش نقدم كيما نقولوا احنا كيما في مع النجم الرياضي الساحلي أنا نقول مين هي من الأسباب اللي خلت الأسباب زادة ما مو نقول لك من الأسباب زادة الإصابات ساعات الواحد كي مرة تجي فترة معينة تاع إصابات تكون خارجة عن مين أنت عندك حكاية معنى الإصابات إصابات عديدة في صحيح ونجي نتذكر سادة المستمعين أنت زادة راجعة عن إصابة قمت صحيح العملية مثلا العملية قمت بها يعني كانت الديسيجن خذيتها أنه نقوم نعمل المخ في العملية وقمت بها بعد الماتش الكامرون كانت يعني حال ساقي بصراحة يعني لازم تتطلب عملية فورية كما أقوله لكن شفت مع الفريق متاعي الوقت في البلد هذي كان مثل مهاجمين كنت أنا الوحيد كان زيدان عملية تخلي مشكلة كبيرة
عندي اوبجيكتيف مع المنتخب التونسي، وكنت نمر يعني السيزون اللي فات عملت سيزون باهي برشا، دونك خيرت انه نوخر في في العمليه والحمد لله. أمين كذلك عمد المحكينا المنتخب أمين، ما نجموش نحكيه على منتخب وطني كبير ومنتخب وطني في ظل غياب الاستمرارية والنظام زادة، وكذلك أمين كتشوف الحالة المتردية اللي صبت عليها البطولة الوطنية والملاعب، أمين يظل ما عادش نجم منتظر الكثير معناها من المنتخب الوطني. أنظر راهو المنتخب الوطني راهو يعكس الصورة بتاع البطولة الوطنية. تشوف انت توا في البطوله الوطنيه ما نحكيوش على الجوالات اللي كاليتي موجوده، لكن المشكله في الانفراستركتور نتاعنا يعني البنيه التحتيه بصراحه يعني ما تشرفش الكره التونسيه. انت كيفاش كجوال بروفيسيونيل صاحبك يعطيك باس وتسمع مثلا من الجمهور يقول لك ضربه، نحن بلغتنا بالكره يقول لك ضربه، اللي هو يقول لك الجوار وفهم يقول لك حيجي علاش تعمل كنترول تقعد ما تفهمش الكره كيفاش تعمل لك. فهمت انا ترانيت انا مو فريمون يعني دي فيرونس كبيره تشوفهم انت بعد احنا المتفرج يحل التلفزه يشوف في الهاش دي فهمتني يتفرج في القنوات اللي تمر في البطولات الاوروبيه ويقول لك هاي الكره فهمت. ونحب نقول بصراحه يعني الكره مجهوله ليهم هما هذوك الناس اللي خدموا الكره. اهم حاجه واغلى حاجه كي تسمع هيك الناس فاش يحكي ولا ميشيوليتي والله في الوقت ذا سبتو حبت الناس ما نتصورش تشرب فلوس. انا واحد من الناس غالي ديما السؤال اللي يقعد مطروح هو اسكو امين يجي نهار يلعب في الاتحاد ولا يلعب في جماعه غير. نتصور انه اللي عملته الكل يعني التدريبات اللي هذه مع النجم الساحلي والفرحه من النجم الساحلي عندي يعني تم فيديو ديما نشوفه ديما نشوفه في لي باج تاع الاتوال واللي كان تاع الاتوال وقت اللي روحنا من اليابان يعني الناس هزتني على العناق هذيك حاجة تقعد رسخة في ذهني. وما نتصورش الواحد علاش هو توا يلعب برا انه باش نهار اللي يجي يخمم باش يرجع لتونس وقت ما يخممش ماهيش امور مادية يخمم انه يعني يرجع باش يعاون باللي يقدر وما ينساش الجميل اللي تقولوا سواء الجمعية والمحبة اللي قالت في قلوب الناس. أمين باش نرجع بك لمباراة السبت الفارت مباراة النجم الرياضي الساحلي جيل 2007 وجيل 1997 وحفاوة استقبال أمين ليك بصراحة والجميع اللاعبين كيش كانت أمين خاصة أنك متأثر في وعند دخولك للميدان خاصة الجمهور فرح بيك برشا أمين. صحيح ظهرية بيكو شيء هذه مبادرة برشا يعني باهية برشا من سوسيوس ان شاء الله تعاود الاماكن هذوما والحاجات اللي يعني اللي تلم شمل النجم الساحلي. احب النجم الساحلي لاعبين سابقا النجم الساحلي شنو نقول ظهري كما شفت انت ظهري ما كنت حاضر انت في القاعه الاولمبيه كان جو باهي برشا برشا الناس الكل شفنا يعني تلم كما احنا 2007 رجعنا في البستير احنا مع بعض مش عايزين نحضروا في مبارياتنا نفدلكم مع بعضنا نحكيوا في استرجعنا التاريخ كذلك التواصل مع الاجيال مع الاجيال 1997 صحيح تبارك الله مازالت البركه فيهم يعني تشوف الكاليتي مازالت موجوده و شوفهم كيفاش في الماتش يعني نذكر سادة المستمعين انتساب بصعوبة للجيل 2007 مالجري مين 2007 مازالوا اللاعبين مازالوا نشطوا توا صحيح في المقابل في 1997 انتم فزتوا كان نذكر سادة المستمعين في اللحظات الأخيرة 9-8 ماركيتو 9-8 عم نذكر جيل 1997 بالتأكيد أمين أنت ما حضرتش عليه ما تذكر شوية ما حضرتش عليه بالعكس حضرت عليه كانت البريود هذيك لا ما لعبتش معاه لكن باش نفرج نتبعه بالبدا يعني تشوف انا واحد من الناس زبير بيا عماد بن يونس يعني كاليتي شقيت مين كاليتي تاع الجولات ما نجموش نشكوا فيهم شفت بعد المباراه وقت اللي جاني عماد بن يونس وقال لي بربي عندي ولدي راهو فان كبير بيك انا نظرت له قلت له راني انا كنت من اكبر اللي فان بيك انت نحب نعمل معك انت تصويره مش انت ولدك يعمل معي تصويره
فهمت، كان شرف كبير لي انا كلاعب، خاطر نحب ولا نكره يعني الجيل هذيك الكاليتي هذيك صعيب برشا انك تلقاها في الوقت هذا، وتلم من يعني فاميليا نتاع نجم الرياضي الساحلي، تشوف المسؤولين، تشوف اللاعبين، تشوف الضحك والفلكه والامبيونس والجمهور اللي استمتع ممكن بشو حتى شويه نتاع ياسين وزبير، ويعني حاجه برشا طايره برشا، وان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله. كذلك انت حكيت على عماد بن يونس، عماد بن يونس قعد وفي العدت وامين في وسط الزويت ما يرحمش، عماد بن يونس برسك اللي زو كازيون كل اللي جاو سجلهم قدم مردود ممتاز، لكن امين زاد فما انحياز الجمهور لجيل 1997 صحيح. شجعوا شجعوا جيل 1997 اكثر من 2007 بيان سير، مالغري سامحني امين، رغم الجمهور حضر على جيل الحاضر اكثرهم شباب، حضروا على جيل 2007 اكثر من، لكن فما انحياز كبير. كان الموتيفاسيون اللي نحن باش نعملوا ما خير. يعطيكم الصحة. امين باش نرجع بيك للعروض العديده، كل عام نسمع العديد العروض، انت يسمع بيك جيت لتونس، عروض من الترجي، عروض من النادي الافريقي. امين بصراحه كان تعطينا علاش الاسباب رفضك للعروض العديده اللي جاتك هذه؟ انا الباب ما حليتوش اول حاجه، انا نحمل كل عام ما نحملش اني باش نرجع لتونس، خاطر الانسان مازال صغير مازال يتعلم. كيما قلت لك التجارب اللي مريت بها خلتني نتعلم برشا حوايج في الديسيزيون تاعي، زاد ما نتسرعش، خممت اني باش نقعد في سويسرا مدة العقد تاعي حتى 2016، خاطر راهي سويسرا راهي كيما نقولوا احنا مرحلة انه باش تمشي لبلاصة مخير، برشا لاعبين من سواء من جمعيتي ولا حتى في البطولة السويسرية اللي التحقوا فرق كبار. المشكلة اللي لقيتها ممكن من بين العراقيل هو البريزيدون تاعنا، كان يعني ما يحبش يفرط فينا، كان طالب يعني العروض اللي جاتو كان رفضها، لكن الواحد ساعات الستابيليتي عندنا خيمة برشا، سيرتو في مناسبة فارطة كنت تكلمت حتى مع زياد كان مساندني في الديسيزيون اللي خديتها. سيرتو الانسان توا ما عادش عازف كما نقولوا، عنده فاميليا عنده عائلة، استابيليتي عندنا قيمة برشا، الإنسان يزيد نقولوا احنا بلغة الكورة تشبع كورة في شامبيونا اللي هي راهي ماهي سهلة، شامبيونا اللي عدد المباراة كبيرة، شامبيونا اللي فيها الأوروبا ليج، سيرتو احنا بالنسبة لي احنا نحب نقول لك احنا مترشحين مثلا العام الجاي الأوروبا ليج، يعني حاجة باهية إكسبيرونس باهية للاعب تخليه انه باش يحسن في المردود نتاعو. وعلاش لا نشوفوا امين في بلاصه اخرى ان شاء الله. امين بالتاكيد ثم عديد من الاحباء من جمال الساحلي قاعدين يتفاعلوا معنا وتفاعلوا كي يسمعوا بيك باش تكون ضيف عندنا. اسكندر بوقديده يقول لك وقتاش تنجم ترجع لتوال؟ مريم بوغزيره تقول لك شنو ناقص لتوال باش ترجع للجينيراسيون والجيل الذهبي 2007؟ علاء قال لك شنو تعلق على ذهاب ماجي تراوي واحمد عكاشي للترجي الرياضي التونسي؟ سامح وخوري يقولوا لك رانا نحبوك برشا توحشناك. كذلك ياسين المبروك يقول لك ما هي وجهتك القادمه بعد اف سي زريخ؟ في راسي يقول لك تخدمش تلعب في جمعيه في تونس ابار جي اس كا والتركي تعود من الاحتراف. سامح من مرسيليا يقول لك رانا توحشناك برشا نتمنى نشوفوك في الاتوال. كذلك فراس الواتبي شريك اللي يسمع فيك بالضبط مين قال لك البطولة السويسرية ماهيش كل البطولة قوية برشا، ما تخممش تمشي الجمعية بطولة ما أقوى ديجا كنت تتكلم أنت عليه. أمين نحب نرجع معك نرجع بالنقطة 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 بين نبدأ من الآخر ونرجع تحب نقول بكل شيء. احنا مشكلتنا احنا التوانسة بصفة عامة ديما احنا المتقدمين في كل شيء، والناس الكل يعني احنا خير منهم. البطولة السويسرية تنجم انت تسأل اللاعبين الكل، نفس الأشياء كي نشوفوا احنا الفرق السويسرية، تشوف مثلا بازل فريق سويسري اللي لعب في الشامبيونز ليج وصل ربح تشيلسي اللي وروتو يعني، وصل زاد العام اللي قبله ربح مانشستر،
يعني ماهوش بالسهل. هذا فريق ماهوش يلعب في الشامبيونه وحده، يلعب في الشامبيونه في سويسرا، اللي نيفو خلى انه بازل زادا يوصل لل كيما نقولوا احنا المرحله هذيك. نتصور انه عدد المباريات برشا، الفرق ديما كي تشوف الكلاسمون ديما قراب، يعني عادي برشا انك تربح مباراه تلقى روحك ثاني ثالث عادي، وتخسر مباراه تلقى روحك في اخر ترتيب، يعني ديما الكلاسمون قراب برشا برشا. الكاليتي دي جوار راهي ماهوش كيما يتصوروا الناس، الريتم راه قوي برشا. كان انسان ماهوش يعني مقتنع بالشيء هذاك، ما نتصورش انه مش يقعد في سويسرا. ونعطيك يعني بالستاتيستيك، انا نشوف اللاعبين اللي نشطوا في حتى في زوريخ، انا برشا الولاد، انا اللي لعبت توا في فرايبورغ، انا اللي لعبت توا في فولسبورغ وتحب علي الريال، انا اللي لعبت توا في نيورنبرغ ومشاتو ليفركوزن. يعني ماهوش يعني سيرتو الناس الكل تشوف فيها، احنا جايين سويسرا في وسط اوروبا بين ايطاليا وفرنسا والمانيا، يعني الجمعيات الكل تشوف نلعبوا، حتى في الماتش ما يكون نلعبوا ضد الجمعيات هذوما في البطولات الكبار. ووقت يجي الوقت المناسب الانسان يخدم على روحه، يحاول انه يحسن ديما في المردود نتاعو. وكيما انا ديما نقول كل شيء يعني بالكتابه، الانسان ما كان كتب. النقطه اللي فاتت نرجع بالنسبه للعوده الى تونس، فضل شفنا احنا مارك، كنت تسمع في الناس كما يقولوا في الانترفيو اللي قاموا بيهم، حبت الناس ما تشتريش بالفلوس. نصور الشيء اللي قمت بها انا، يعني الاضافه اللي ضفتها للنجم الذي الساحلي والانجازات اللي قمنا بهم، الانسان لازم يخمم قبل ما ياخذ ديسيزيون. الواحد يلاسيون دي ديسيزيون تاعو، كما نقولوا مثلا اللاعبين مشاو لجمعيات اخرى، كل انسان عنده التفكير نتاعو، لازم يخمم في شنو الحاجات الايجابيه والسلبيه. انا تو كما تعرف الانسان مستقر لهنا، العائله تاعو لهنا، مش بالسهل الانسان باش يفسخ محبه الناس و نعرفوا الناس الكل. لكن حقيقه الميدان حاجه اخرى في البطوله السويسريه، سورتو كيما قلت لك ان الريتم باينه، الريتم اخر، الناس الكل مطالبه ان يدافع، الناس الكل مطالبه ان تجري، الاجريسيفيتي، برشا حاجات هما موجودين في البطوله السويسريه اللي تخلي اللاعب يتحسن في النيفو نتاعو. وكما تكونش انت ديسيبليني 100% ما تنجمش تنجح حتى كما يقولوا الناس في البطوله السويسريه. دونك هذه حاجه يعني نجم مقياس ناخذوه باش نحكم على البطوله هذه. امين، بالتاكيد العديد من الاحباب النجم الساحلي اجمعوا على نقطه وحيده، هي يسالوا وقتاش امين نشوفوه من جديد في ليتوال. كما تعرف الانسان كما قلت لك انا من الكل ثم دي زوبجيكتيف الواحد يحاول انه يحققهم. نتصور ان الواحد مازال قدامه الوقت باش يتعلم اكثر في الكوره. وقت يجي الوقت المناسب اني باش نرجع لتونس، مانيش باش نخمم ومش نمشي ضالي، سواء انا كما قلت انت محب قال سواء شبيه القيروان ولا النجم الاهلي الساحلي. نتصور انه الواحد ما يجي يلعب في النجم الاهلي الساحلي وقت اللي يعرف روحه مش قادم إضافة، والحاجة هذه تجي في الوقت المناسب إن شاء الله. أمين، نرجع معك الفريق نجم الساحلي. أمين، كيف تجم تذكرنا أحسن ذكريات اللي قاعدة تتحلق في ذلك اللي تتمحاش من مخك أمين؟ كما قلت لك ظهر لي في عمر 19 سنة تلقى روحك وصلت تربح الاهلي في الاهلي. انا نذكر في ماتش الاهلي من الكواليس اللي يعرفوش الناس، وقت اللي جينا ندخلوا في استاد القاهره ما خلوناش ندخلوا لي بورتابل تاعنا حتى شيء، عدينا على العسكنير، يعني اللاعب مطلوب حتى المقص عند الفيزيو الاطار الطبي كان مطالب انه باش ما يحملش معاه السيزون نتاعهم والماتريو نتاعهم. كنا خايفين برشا، عمرنا يعني نشوفوا من الكل.
وقت اللي دخلنا للملعب كان فما عاطين غنيت بلدنا في تاع ذكرها وقت تاع مش ننسي عزل ننسي عزل هاي ماك تاع شيرين شيرين حاطين بلدنا وكان الملعب الكل يغني فيها ما نكذبش عليك يعني احنا كاهلنا كان طراش صراحه يعني واول مره وقت نشوف اللاعبين في الفيستير يقول لك احنا تسمع حس الدبانه اليوم كانت كونسنتراسيون 100% 2000% مش حتى 100% كانت الناس كلها هذا شد تركينا قاعد مع مخ ويخمم مركز في الماتش والحاجه اللي ما تنساش زاد كي تشوف الناس الكل من بعد البرد هذيك حتى التليفونات الغنيه اللي حطيناها خلص طلص حاجه تقعد في البال ومش بسهل انك باش تنساها ومش بسهل انك باش تخسر الناس اللي حبتك واللي تبعتك واللي شجعتك. انت حكيت على حب الناس امين في المقابله هذا فما شكون برشا يحب يسمع رايك في تحول احمد العكاشي من جيتراوي للدرجه الرياضيه. شو نقول لك صحيح وقتنا احنا تو البرة عقلية أخرى في أوروبا تشوف أنت لاعبين برشا لاعبين انتقلوا يعني الخصم نتاعهم لكن في وقت الاحتراف المعطيات تبدلت فهمت وكل إنسان عنده برنسيب في الدنيا هذه نتصور أنه كل إنسان مش ياخذ ديسيزيون يدوى أسيومي الديسيزيون مش ياخذها ويعرف على شنو قادم سيرتو احنا عندنا الجمهور الرياضي بصراحه يعني متعصب والغيره نتاعو على ناديه هو يخليه متعصب وما يرحمش الغلط نتاع اللاعبين. في المقابل امين نحب نقول لك زاد اسوء ذكريات اللي قعدت تعلق في ذلك ما تطمحاش من خرجها. ماتش الكوب ليسبيرونس وقت الاربيتر مخلانا عمل. نحن قريب من لوب كل بشان خلق شربحنا مين مش توصل مع كلامك في مباراة الترجي التونسي في زادة في حديث خاطف جمعني بلعب بني المالي الساحلي نسيت اسمه والله للأمانة اللي ترى الفني وصلت الكواليس إلا فما الحكام مش يحاول يبدل مجرى المباراة لكن جورج المسؤولين قالوا لهم تم حطوا كرة في الشبكة وشيلكم في الظاهر لكن كذا كرة في شبكة وقتها بين انحياز وفضوح للأمانة للحكم الألماني ماير في ذلك الوقت قيس عندك ما تضيف أمين بالتأكيد أنت تتابع في مباراة الإتوال في سويسرا ليه المباراة اللي تمنيت نهارتها كما يقولوا راك كنت حاضر في المباراة نتصور أن المباراة الأخرانية بكل كنت حاضر ما كنت متفرج اي صحيح فندرج على المباراة كنا نتصور انه نربحوا النادي الاهلي فرق كبير برشا والنادي الاهلي يكون يعني مسرور خاطر سيرتو ليزوكازيون اللي جاتنا جاونا برشا ليزوكازيون لكن هذا ما يعكسش المردود الكبير اللي خدموه الاولاد نتصور انه مع اللي طار الفني مع الخدمة الجديدة ومع المجهودات اللي قوم بها المسؤولين انه قاعد نجم ساحي في كروب كرواسون تصور انه بشوية بشوية قاعدين نشوفه في 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 مجموعة قاعد تلعب في الكورة قاعد تورينا في الكاليتي فريمون خاطر كي تشوف انت كل لاعب عنده كاليتي لكن قبل كانت اللحمة ماهيش موجودة نتصور انه توا اللحمة هذه قاعدة يكسبوا فيها اللاعبين بالوقت سيرتو مع طرف فني اللي ما شكوش فيه الناس الكل اللي من خيرة الممرنين اللي مروا بالتاريخ الكرة التونسية ان شاء الله ترجع للأمجاد ان شاء الله ترجع للتيتوات سيرتو انه الجمهور نايم الساحلي ديما متعطش للتيتوات وان شاء الله ديما نجم الحسن على احسن ان شاء الله امين وانت تلعب امين شنو اكثر لاعبك محليا ودوليا انت تاثرت به امين وتمنى كان نهار توصل للنيفو نتاعه كيك سوا تونسي على النطاق المحلي والعالمي النطاق المحلي احنا العالمي نشوفوا برشا عالميين وكما قلت لك ثم حقيقه احنا نتمنى
تلعب في ليفو كبير. نصور ان كانت عندي يعني الحظ اني لعبت مع ياسين قدر كلمة حظ نقولها في الشخص هذاك اللي الحظ ما عرفوش انه يعمل حاجه مخير، لكن كل شيء بالكتفه وسيرتو البليسيور هما اللي عقلوه. الناس الانسان الوحيد ممكن يكون نصور يلعب في ريما قطرنا تنام معك كل يوم نعرف في كاليزي نتاعو أكثر من الناس مثلا نشوف في التلفزة الماتش في الجمعة، لكن أنا نشوفه كل يوم تنام معه. إنسان عنده يعني أكثر إنسان موهوب في مرة الشخصي كي يقول لك من أغلى الأمنيات اللي تمناها من شرميتي عملها في كارير كيف سواء أنيا ولا مستقبليا أنيا؟ والله إن شاء الله بكل شيء ربي يحفظنا من البليسيور. نتصور انه ان شاء الله نقوم الواحد انا كأمنيتي انه يعني شخصيا نقوم نقدم مستوى احسن السنة هذه سيرتو انه عندنا يعني برشا ديزوبجيكتيف على الدمر، وان شاء الله باذن الله على المستوى المنتخب التونسي الواحد يحاول يكون حاضر مع المجموعة سيرتو بطرف فني جديد باش يقدم الإضافة. وكل شيء يعني انت تعرف في الكرة توتي بوسيل بإذن الله الواحد يحمل باش يقدم قدام والخدمة تجي. يعطيك الصحة أمين. أمين حب قبل ما نختم معك شنعطيك أسامي تاع مسؤولين وأحباء تاع نجم الرياضي الساحلي، كل اسم أمين في كلمتين قبل ما تغادر. نبدأ بالاسم الأول عبد المجيد الشتالي. نقولوا احنا كوب دي موند، نقولوا نجم على الساحل، نقولوا نجم نقولوا حتى شيء. نقولوا يعني ما تنجمش شنو باش تقول سي عبد المجيد؟ بدون تعليق. بدون تعليق. عثمان الجنيح. بارك الله فيه اللي كانت ثقة نتاعو كبيرة في أنا، واللي هو اللي كان المسؤول الأول في جبال من الساحلي والتوا في مقام كبير خاطر ديما قعدت علاقتنا طيبة حتى اليوم. معاذ دريس. خدمة ختم خدمة كبيرة للنجم الساحلي، كمل الخدمة نتاع سي عثمان، وصل للنجم الساحلي العالمية وخلى كان لابريسيون باهي. فوزي بنزرتي. انترنر اللي يعلمك الجريتا الجرحة والقلايب. مرشون. انترنر اللي لعب في كأس العالم ترشحنا مع نصف النهائي والتوقعات على طيبة بيها. محمد بشتربشي. قدمته في ماتش الكلوب، اخترت معاه المنظمة لهنا في سوسة. كل نجم لقيت مشاهير هذيك برشا يا سادة المتابعين، شنيا تفاصيلها؟ شنيا التفاصيل هو حركة استفزازية ذكرها وقتها؟ هذا كما تعرفوا طويل طويل برشا، فهمت انا طويل برشا نوصلوا حتى الحزام وحاول يحصرني كما نقولوا احنا بالكورة، حاول يحصرني بيديه، ما لقيتش معاه الجال، لقيت كان بالقدمة باش نلقعه باش يبعدني. أنا من شميتي تحول مايك تايزر في تلك المباراة. لازم وقتها. زيد جزيري. نجم نقوله من أحسن المهاجمين اللي عرفتهم الكرة التونسية. زيد جزيري نقوله كنت في ليدو ميلكات وإن شاء الله بالإكسبرينس نتاعه يزيد يقدم أكثر يعني الإضافة للنجم الساحلي. زبير بيا. سبع الحياة نقوله كان أول تونسي لعب يعني أول تونسي يحمل إشارة قائد في البوندسليغا وقدم برشا مرمى نهار سبت لعب ضد وربحته. سيف غزيري. أتكلم عليه قبل كل شيء شخصيا نسميه ولد حومتي، وزاد الشيء نسميه ولد حومتي من أحسن ونقولوا احنا ولد فاميليا. فريمون مطلوب برشا الانسان هذاك ونحبه، عنده معزه خاصه جدا بالنسبه لي انا. انفري كابيتان، عمره ما يحكي على روحه، ديما يدافع على جوارات، ديما يتكلم على اصحابه وربي يعطيه على قد قلبه. حسن امينه
توا الاخلاق امينه في هذا الوقت تعرف مين الكره تمشي تقعد كلمه سمعه طيبه والاخلاق. علاش نقول لك نحكي عليها الكاريير عند اللاعب يقصير بصراحه قليل تلقى الناس اللي في التربيه والاخلاق نتاعو. نجروا التحيه للناس رضوان فرح. رضوان خونا خوك انت زاد الله يهلك والناس الكل الناس الكل استاذنا استاذ باش طلع جيل تاع التربيه البدنيه قدم برشا النجم الساحلي في الفترات الصعيبه كان موجود وتوا ما نعرفوش اسكو بشي صح ولا مش صح شنو المستقبل نتاعو وان شاء الله اللي فيه خير ربي يسهل. هو ديجا سيف وحاتم غموض كبير امين مازالوا ما فتحوهمش في مساله تجديد عقدهم. شو البدبولي؟ بدبولي عشيري ظاهر امكانيات كبيره لعب راس حربه في مباراه لا ما نعرفوش الناس تكنيسيان برشا البدبولي في ثقيل سيبتك الفانت الشهيرة بسلامة قصدية واللي كان ذكرها مين خوي أخوي كل شيء وديما مع بعضنا وعلاقتنا يعني البرة أكثر حتى من الكرة. نعرف يعني علاقة عائلية كبيرة برشا ومن خيرة الكالي التالي عنده من خيرة الجارديان اللي مروا بالتاريخ الكرة التونسية. أخيرا أمين جمهور الإتوال. جمهور الإتوال ديما في القلب شوف فيهم كل يوم نصور المعاملات نتاعي يعني الواحد إنسان عايش لهناك يروح نشوف المعاملات هذه المحبة نتاعكم راهي ما تنساش وما تفسخش وهنا توهنا في 2 جوان وزيدنا كاد 2014 وإن شاء الله ربي يبارك لنا في عمرنا وربي يشد لنا في صحتنا بلاصتكم ما تتبدلش. يعطيك الصحة أمين. احنا بالطبيعة سعداء كنت انفيتي عنا في راديو استاد اف ام. قبل ما تغادرنا أمين ككلمة ختام قبل ما تمشي نحب نقول لكم شيء نبارك لكم على استاد اف ام نقول لكم ان شاء الله من حسن إلى أحسن وان شاء الله بالمناسبة هذه نتمنى النجم الرياضي الساحلي انه المباراة الجاية إن شاء الله نهار السبت نقوم بنتيجة إيجابية وجمهور النادي الساحلي إن شاء الله الفترة الصعيبة اللي مر بها نجم النادي الساحلي راهو ديما محتاج لكم وإن شاء الله الجمهور ديما يساند النجم النادي الساحلي ونفرحوا كي نشوفوا الجمهور إحنا كلاعبين يعني بصفة عامة كي نشوفوا الجمهور نتاعنا في استاد يدافع يعني شجعنا هذاك يعطي لحمة كبيرة للاعبين. وإن شاء الله ديما فرحانين. استاد اف ام ويحلى الكلام ويحلى الكلام.